السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الابرار. مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا ديزابوني نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد، قناه اللي غادي نتكلموا على اضعف اتحاديه عبر تاريخ كره القدم العالميه ماشي الجزائريه. على بالك باللي ما عندناش رئيس اتحاديه، حنا عندنا رئيس نادي ومتحكم في لي زيكيب، متحكم في لي زيكيب والناس اللي معاه من العائله تاعو، وين راهم هما اللي يطيحوا لي زيكيب بلي زاربيت، هما اللي يعملوا كلش بلي زاربيت، قاضبين لي زاربيت مع امالو مع حسيقوه، وين راهم هما قاضبين كلش مفسدين اللعبه في الجزائر. انا نقولوا فيها ونعاودوا فيها، حنا ما عندناش رئيس اتحاديه يا جماعه، عندنا رئيس نادي بصح متحكم في رؤساء النوادي بالنفوذ تاعه، عنده نفوذ متحكم في الشامبيونا، يتحكم في الشغل كبير الدوار. حنا ما عندناش رئيس اتحاديه، عندنا رئيس نادي ويتحكم في لي بريزيدون اللي عندهم مذنين طوال. هذه اللي نقولها، وين اصبحت الاتحاديه الجزائريه لكره القدم اصبحت من الاتحاديات الضعيفه والتي لا تملك اي نفوذ داخل هيئه المنغاشي حمد احمد، عكس الاتحاديه المغربيه والمصريه والتونسيه ورجالها الاقوياء كفوزي لقجع وابو ريده بوشماوي هذاك تاع تونس. اصبحت الاتحاديه لا تملك اي سلطه في قرار الكاف وليس لها اي نفوذ داخل اقوى لجان في هيئه حامد احمد، فابتعادها عن دواليب التسيير جعل الجزائر لا يحسب لها حساب، وأنديتها ومنتخبها معارض للخطر الكواليس ومهدد من قبل صناع القرار في الاتحاد الإفريقي. كنا نحضروا فيها ونعاودوا نعقلوا نهار اللي لقجع ربح وقيل ما اشتهي لا اكبر صار لقجع يفوز بالضربه القاضيه، لقجع يفوز منا، لقجع يفوز منا، وما كلش كانوا والشعب ما كانش فايق بهم. هاك تشوف وين وصلوا نظرك، رانا كي ديك اللي قاعده كالكياسه في الحمام، تدي الهضره وتجيب الهضره. هذا بانا نخدموا الاتحاديه تاعنا في الشامبيونه ما كاشي، الاتحاديه تاعنا نقول لكم شتا هي قاضبه، اي قاضبه لي زاربيت برك، قاضبه لي زاربيت دراهم وصايك ويحقر لي زيكي. ها الاتحادية تاعنا هذه لازم نحضروها، لازم واحد يكون راجل ويهدرها. خاطش علاه نهار اللي جات الاهلي هي الرسمي، الاهلي نهار اللي جات هنا لعبت مع الثورة، ناس مخلصين عيطوا، ولاو عيطوا لذاك عمر بهلول، عيطوا لزتشي ما بغاش يربد، عيطوا لحداد ما بغاش يربد، عيطوا لزميلي ما بغاش يربد، عيطوا كيسموه المدور ما بغاش يربد. خاطش بهلول قال لهم يا ودي الناس هم يقولوا لكم روحوا القاو الاهلي، القاوهم قيموهم في طعن الدو كرسي باش تدو كرسي في لاكاب. لا احنا لا، احنا ما على بالهم شي، احنا كيما قالها زين عامر، واك زين عامر قالها، قال لكم باللي احنا ما عندنا ما نديرو بكوب دافريك وما عندنا ما نديرو بالكوب دي موند، احنا غير هنا وبزاف علينا. علاه غير هنايا دراهم، غير هنا دراهم، كاينين دراهم هنايا، لمسيه يعطوها 90 مليار، فريق واحد اخر يعطوه 100 مليار، فريق واحد اخر يعطوه 70 مليار، شا يدير هو؟ 8 تاع لي زيكيب ولا 9 تاع لي زيكيب يحلبهم، كل ايكيب تحط 3 مليار، 3 فوا 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 8 شحال وين راهي رايحه؟ هماركم، ويزيد يعاقب لي زونترينور، يزيد يعاقب اللعابه، دراهم كاع يدخلوا لاكاس. يقول له بين عاقبوك بوي ماتش، حط 100 مليون نعاقبوك غير ان ماتش. الفريق الفلاني بين عاقبو الشعب تاعك
لي سيبورتير تاوعك، وكانت ماتش تلعبهم برا، حط لنا 500 مليون، يحط 500 مليون وما يتعاقبش. ها الناس كي تخدم، عرفتوا الناس كيفاش كي تخدم؟ لازم نعرفوا، لازم نفيقوا، لازم نفيقوا بلي هذه الاتحاديه هذه مكاش مشي رجاله كاع، مكاش الراجل فيهم. سي محمد راهم كي نسا راهم يديروا على بالك، هنا بالك هنا يبانوا لنا دايرين بلايز، دايرين كوستيمات، على بالك راهم يروحوا من شام كاش مكاش، على بالك حامد احمد كي يشوفهم بالبدعيات والجلالي بتاع النساء، يشوفهم دايرين الحمير ما كان والو، يشوفهم ما كان والو. وين حتى المنتخبات تاعنا والفريق الوطني الناس لا تهدر، انا نقول لكم منظروا وعقلوا على هدرتي. مروك مصر غادي يلعبوا فينال والجزائر يخرجوها برومي تور، عقلوا عليها اش راني نقول لكم، عقلوا عليها اش راني نقول لكم، وعقلوا على كلامنا. مروك مصر غادي يلعبوا فينال، خاطر مروك هي اللي عطات الكوب دافريك عطاتها لمصر. وين صباح السيسي يهدر يقول لهم نساندو مروك باش تفهموا السياسه وتفهموا شويه، احنا دي نقطه ونفهم شويه. وين ما عندناش ما شبي تهدر، ما شان نهدر لكم، ما كاش كاع هادو قام شي رجاله، هادو رجاله هادو، والله ما كان راجل فيهم كاع، هادو يحوسوا على الدراهم هنا برك ويصرفوهم اورو ويروحوا. الان السلطه الجزائريه وين طالبوا، السلطه الجزائريه مطالبه بالعمل على ارجاع الهيبه الجزائر والتحرك للعوده من جديد لاستعاده مكانتها بين كبار القاره والمشاركه في دواليب التسيير الذي افتقدته بذهاب الرجل القوي وهو السيد الحاج محمد راوراوا، الذي حان الوقت لكي تعترف السلطة بخطئها الفادح الذي ارتكبته في حق السيد الحاج محمد راوراوا، وتعمل على الإصلاح خطائها بإرجائه والدعم حمل ترشحه إلى عضوية المكتب التنفيذي القادم، والوقوف إلى جانبه وتقديم الدعم اللازم له مثل ما فعلت باقي الدول العربية. حنا كي نتكلموا كيما هكا كاين بزاف اللي فيهم الدم تاع الكوفيتير، كاين بزاف اللي فيهم الدم تاع الكوفيتير، يقول لك انت يا راك تشيت للحاج، انا الحاج ما يعرفنيش، انا راني نعرفه، خاطر علاه نعرفه، راجل باين رئيس اتحادي انا نعرفه صح، بصح هو بالك ما يعرفنيش، بالك هذو لي فيديو تاعي كاع ما يشوفهمش، بصح شتي هي لا الهضره تاعنا توصل، هذه اللي نقولها، الهضره تاعنا توصل، راني يعني عارف الهضره تاعي توصل. وين نطالبوا؟ كان اللي يقول لك السلطه والدوله ومنا، خلينا من دوك تاع السلطه والدوله، برحمه الوالدي خلونا تاع السلطة والدولة منا خلونا، واللي راه يقول لي باللي يدير دي فيديو على من ومن، يا خويا أنا نطالبكم روحوا كتبوها غير في الحيط، لا تطيقوا مش ديرهاش في اليوتيوب، اكتبها في الحيط. حنايا أنايا مع كرة القدم ومع إصلاح كرة القدم وإرجاع رجال في الأماكن المناسبة، المكان المناسب للرجل القوي وهو السيد الحاج محمد راوراوا، ولازم الدولة والسلطة تعترف بالخطأ تاعها الفادح اللي ارتكبت دارته في حق السيد الحاج محمد راوراوا. وباش نعاودو نولو شا لازم لي قلنا، لازم لي هذا الرجل اللي يولي، ولازم الدولة توقف معاه وتدعمه كما الدول الاخرين اللي دعموا، كما المغرب المملكه دعمت لقجع بالمال ماديا ومعنويا، وحنا لهنا
ولاو فرحانين. لقجع اربح، ها هي قولوا لقجع يسلككم، لقجع غادي يخرجكم برومي تور يا واحد الكلاب، لقجع غادي يخرجكم برومي تور، غادي تخرجوا برومي تور في مصر. راني عارف روحي شاني نهضر، راني عارف روحي شاني نهضر، غادي برومي تور يدير لكم تاع الاخرى. تب فما كيبان الراي تاع بالشيخ والراي تاع بو حنيكه والراي تاع خالتكم مريم اللي كانت في لا غروند بوست تهضر راو راو معصينا لا ولا تخرجها من فمها ولا من جهه وحده اخرى، ما عاد كاع من ولا تخرجها. الدين الراسه تاع والديكم الله ينعل والديكم كاع كيما درتو، الله ينعل الدين الراسه تاع والديكم كاع كيما درتو، الله ينعل.